وإما يعين على سلامة الصدر صيام 3 أيام من كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي، قال: لا أخبركم بما يذهب وحر الصدور، يعني غلها وحقدها وحسدها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صيام 3 أيام من كل شهر. فصيام 3 أيام من كل شهر سبب لذهاب وحر الصدور. فعلى المسلم أن يحرص على هذه العبادة الجليلة التي هي سبب لسلامة الصدر.